الحقيقة كان لينا تجربة قبل ما نتناقش في فكرة الجوار الوثائقية. كان لينا عملنا فيلم وثائقي بعد 30/6 To Not Forget أو حتى لا ننسى، حوالين جرائم الإخوان اللي ارتكبوها في حق مصر من بداية من الاتحادية 12/2012 حتى ما بعد فضل رابعة، وعملنا له سبتايتل باللغة الإنجليزية ووزعناه في أنحاء كبيرة من العالم، وعرض في الأون تي في وعرض في القاهرة والناس وعرض على موقع البوابة نيوز. وأرجو إنه الزملاء الموجودين من البوابة طارق هات نسخ من الفيلم ووزعه على الناس. وده تاني تجربة في إطار البوابة الوثائقية اللي هنعملها ونحط فيها مش بس إنتاجنا لكن الإنتاج الآخر من الأفلام الوثائقية، وهنحاول نمد إيدينا الجيل من المبدعين الشبان عشان ننفذ أفكاره، سواء الأفكار المبدعة أو اللي هي بتبقى خارج الصندوق. يعني دايما يعني أنا شخصيا بحب أفكر خارج الصندوق طول الوقت. هنتكلم بشكل عام عن الفيلم التسجيلي. الأفلام التسجيلية زي ما الأستاذ عصام قال أنواع مختلفة، أنواع متعددة، لكن إحنا هنحدد فيها بعض النماذج عشان نفسر بس ما بيننا. طبعا في فيلم تسجيلي زي ما بيقول لك الدعاية للسياحة والبلد والبلاجات والبتاع عشان ننشط السياحة وننشط ونسجل المواقع السياحية والتاريخية بتاعتنا. أفلام تسجيلية بتتكلم عن بعض القضايا الاجتماعية، المشاكل الاجتماعية. المستقل ده مفهوم معروف في الصناعة، إن في مؤسسات احتكارية كبيرة، مرة فوكس يونيفرسال مش عارف مترو جولدن ماير، دي مؤسسات بتدي كم من الأفلام وخطط طويلة وعندها ناس بتوعها بيشتغلوا وفق برنامج كبير. لما بيحصل إنتاج بره المنظومات الاحتكارية دي بيبقى اسمه مستقل. أنا ما عنديش ده هنا أصلاً. أنا ما عنديش في مصر هذا النموذج من مترو جولدن ماير ولا اليونيفرسال أصلاً. فأعمل مستقل على إيه؟ أنا تقصد إن أنت عايز تعمل فيلم تقييم تكاليف. دي نوعية من الأفلام. قليلة التكاليف. ماشي، أسلم أسمي نفسي كده. أنا بعمل أفلام فقيرة. أنا لازم أكون مستقل فكريا.